رجعنا لكم مشاهدينا مع آخر فقراتنا لليوم، وضيفنا الأستاذ عبد الرحمن إبراهيم حسن، مدير فرع إدارة الخدمات الاجتماعية بكلباء، ليحدثنا اليوم عن موضوع مهم، وهو دور إدارة الخدمات الاجتماعية في احتواء الأسر، وأيضا كيفية التعامل مع أطفال الأم السجينة. صباح الخير أستاذ عبد الرحمن. صباح النور، ومشكورين على هذه الاستضافة. طبعا نحن نشكر وجودك اليوم تواصلك معنا، بحيث اليوم تفيدنا بموضوع مهم، وهو يعني كيف تحتوون الأسر، وخاصة اللي هو كيف تتعاملون مع أبناء الأم السجينة. فأول سؤال أستاذ عبد الرحمن، كيف تتعاملون معهم؟ إحنا عندنا دار اسمها دار الأمان، موجودة في المنشآت الإصلاحية في الشارجة، وهذا يحتوي لأبناء السجينات اللي من عمر يوم، يعني من يوم الولادة إلى عمر السنتين، وتقدم لهم عدة برامج هناك. طبعا في برامج اجتماعية وبرامج معيشية وبرامج صحية، في ممرضات وفي مربيات هناك قائمات، وتقدم لهم أيضا برامج ترويحية ورحلات. يعني هذه تكون الأبناء الأم مع الأبناء مع بعض، ولا الأبناء منفصلين؟ الأبناء موجودين أصلا، المبنى موجود في المنشآت الإصلاحية. نعم، يعني الأم ممكن قريبة في اليوم تطلع له يعني مرة مرتين، وهذا تطلع وتكون قريبة وايد من الابن، وبعد ما تخلص محكوميته يعني تروح معه، لأن الأم صحيح. معروفة دورها مهم في الأسرة. أستاذي أيضا، كيف يتم من خلالكم احتواء الأسرة؟ يعني أنا بس بكمل الفقرة هذه. بعد السنتين يحول الابن إلى دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، لأن هناك متخصصين من عمر السنتين وفوق. فيحول الابن هناك، ونفس البرامج اللي كانت تقدم هنا وتقدم هناك بناء على المرحلة العمرية اللي هو فيها. طبعا كل مرحلة لها برامج معينة يعني تقدم. بالنسبة للأسرة، طبعا دراسة الحالة تقوم فيها الأخصائية للأسرة بشكل عام. فالغرض مش الغرض مادي فقط، أن تقديم مساعدة اجتماعية، لا، احنا دائرة خدمات اجتماعية، نقدم سلسلة من الخدمات للأسرة هذه. يعني قصد مرات يكون قصد الأسرة أن مجرد بس مساعدة اجتماعية، لكن الدراسة اللي تنبني عليها دائرتنا أو تستند عليها تتعلق بجوانب كثيرة، فتدرس الأسرة بناء على خط متوسط احنا عندنا، فنحاول نرتقي بالأسرة من تحت الخط المتوسط إلى ما فوق الخط المتوسط. وهذا الخط يشمل جوانب كثيرة، اللي هي الجانب الديني والاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك. هو خطة كاملة يعني، في خطة متكاملة. فيعني من ضمن الأمثلة أن قد يكون الأسرة أنه جاي أن عندي مشكلة بس فقط اقتصادية وعندي دخل بسيط، ولكن نكتشف أن مثلا بيته متهالك، فممكن يحول إلى الجهة اللي يعني مثل دائرة الإسكان أو برنامج زايد للإسكان. قد نكتشف أن جوانب أخرى أيضا، يمكن نكتشف أن الأبناء ما يشتغلون يعني، ويحول إلى إدارة الموارد أو دائرة الموارد البشرية. نكتشف أنه يمكن أن عندهم أسر منتجة، ممكن تطلع له رخصة، يحول يعني إلى دائرة التنمية. يعني أنتم تكتشفون هذه الجوانب، تبرزونها وتوجهونها إلى الجهات الأخرى. كل جهة بروحها، وكذا عندنا يعني شعبة يسموها أو تنسيق الإعانات، ويكون برسالة من الدائرة إلى الجهات الأخرى. وعندنا اصلا التعاون قائم مع الدوائر، بين الدوائر. هذا اللي احنا بالفعل نشهده ونلمسه عندنا في المجتمع. استاذ عبد الرحمن، ايضا بنتكلم عن الاقسام الموجوده عندكم في الدائره نفسها، حدثنا شوي عن دائره الخدمات الاجتماعيه كاقسام. في فرع كلبة طبعا في قسمين او ثلاث اقسام رئيسيه. لكن بعد احنا ما نغفل الاقسام اذا مو موجوده هني بس لها يعني إدارات في الشارجة. يكون في تواصل، مثل دار الأطفال أو دار الأمان أو ما إلى ذلك. القسمين الرئيسيين اللي يعني التنفيذيين اللي عندنا احنا، قسم الرعاية والحماية الاجتماعية اللي هي مقسم لثلاث شعب رئيسية، اللي هي الرعاية المنزلية لكبار السن. عندنا 504 حالة مسجلة من بداية تكوين هذا القسم. والحالات الفعلية تقريبا حاليا 259 حالة، اللي يقوموا بهم بزياراتهم
يعني استاذ عبد الرحمن نقدر نقول هذا عدد كبير ولا عدد معقول؟ العدد بالنسبه للطاقم الموجود انا اشوفه كبير. يعني بس جزاهم الله خير القسم قايمين. احنا عندنا ثلاث فرق عمل. كنا مقسمين ان كل فريق مثلا 50 حاله يمسك على اساس نعطيهم الخدمه صحيح بشكل يعني متكامل وبشكل في جوده وهذا، لكن العدد زاد علينا واحنا من عادتنا ان ما نرفض اي طلب. صحيح. ففي ضغط على العمل ولكن الاخصائيات قائمين بدورهم وبزياده. نعم. ال 259 حاله هذه لازم يمر عليها يعني على الاقل في الشهر مره، لكن يعني زيارات متابعه مستمره. لكن نعم. تكون الزيارات حسب تقرير الطبيبه هي اللي تحدد عدد مرات الزياره في الشهر. نعم. ايضا الشعبه الثانيه اللي هي الرعايه النهاريه اللي هو نادي الاصاله، نفس الرعايات او نفس الخدمات تقدم في المنزل تقدم عندنا في فرع الدائره، من علاج طبيعي وبرامج اجتماعيه وبرامج ترويحيه وما الى ذلك وفحوصات وما الى غيره اللي تقدم في الرعايه المنزليه تقدم في الرعايه النهاريه في نادي الاصاله. نعم. الشعبه الثالثه اللي هي الملتقى الاسري اللي هو تنفيذ احكام الرؤيه في تعاون بيننا وبين المحكمه، احكام الرؤيه الخلافات ما بين الزوجين وبينهم ابناء. نعم. تنفيذ حكم الرؤيه والسلام وتسليم الابناء. نعم. يكون عن طريق دائره الخدمات الاجتماعيه. والقسم الثاني طبعا قسم المساعدات الاجتماعيه اللي هو اللي يقدم مساعدات ويقوم بدراسه الحالات. نعم. الاجتماعية. والقسم الثالث اللي هو قسم المساندة اللي هو الإدارة، وهو الإدارة اللي تعمل لمساندة القسمين. نعم. يعني ما شاء الله عندكم الأقسام متكافئة ومتناسقة لأداء دوركم كمركز الخدمات الاجتماعية. الحمد لله. نعم. إن شاء الله احنا نعمل. نعم. وفق استراتيجية وخطة صحيح مبنيه من 2013 الى 2015 ان شاء الله، وبعدين تطرح فكره خطه ثانيه. نشكر وجودك اليوم استاذ عبد الرحمن معانا وعلى هذه المعلومات اللي بالفعل افدنا فيها نحن ومشاهدينا. واحنا في فقرتنا مع استاذ عبد الرحمن ابراهيم حسين مدير اداره الخدمات الاجتماعيه وصلنا لختام فقراتنا اليوم، نهايه حلقتنا لليوم. نشوفكم غدا ان شاء الله باذن الله. مع السلامه.